الخير ورمضان كريم. يعني بهالأيام المباركة شغل الشاغل عند الجميع هو كيف العالم تأمن تشتري تياب العيد لأولادها. جد الله يساعد الكل. من نحن وصغار نعرف إنه العيد بيضل إنه الفرحة الكبيرة بالتياب، صح الحلو والأكل والمرجيح والمشاوير إلهم بهجتهم، بس صدقوني ما في شي بنوب بيعادل فرحة تياب العيد إلا ها شوي. يعني شي عيدية من عمي وعمتي والأخوال والخالات والجد والست والعيلة الكريمة كلها. إن شاء الله هالعيد يكونوا كرم عليكم كمان يا رب. نرجع لموضوعنا، بهاليومين وخصوصي المساء بعد المفطور بتلاقي نبع الحنان ماسكة بإيدين ولادها وعم تفتن من محل لمحل ومن سوق لسوق لتنقي لهم أحلى تياب وتشوف وين هاد عامل تنزيلات ووين هاد عامل حصومات وعروضات، وهاد ما عجبه وهاد رجع قيسه وهاد مو منيحة قصته، وبتبلش النقاشات بينه وبين ولادها على التنقاية. وانت شو فهمك؟ يا ماما واسع القميص علي، اسكوت بتلبسه هلا وبس تكبر سنة كمان. ودايما بيكون في هيك ولد مدلل بين ولادها، شو ما طلب بتجيب له، ليش؟ والله ما حدا بيعرف. وإذا بتقلها أنت مدللة واحد أكثر من الباقيين بتقلك وحياة علوشة كلهم عندي مثل بعض. بعد ما تستقر وتنقي التياب الجديدة لأولادها بتبلش المعركة. مع مين؟ مع البياع. وبتبلش المفاصلات والأصوات بتوصل لآخر المحل، وهو بيحلف لها أنه واقف عليه القطعة بهيك، وهي بتقله بتبيعني إياها بهالقد ولا بترك لك إياها وبمشي؟ مشوا يا أولاد بطلنا، يلا أمي منشوف غيره، يا بتبيعنا يا منمشي. طبعاً عم نحكي على ستات البيوت اللي بيحبوا أجواء المفاصلة من جهة وبيحبوا يوفروا على زوجهم من جهة تانية، مو جماعة الاتيكيت يلي ضبلي هالغراض بكيس قدي طلع حقهم. بس اوكي تفضل، لا ولا خلي الباقي معك، يلا امشوا مامي بابي ناطرنا بالسيارة. نرجع على جماعة المفاصلة، اختنا بالله رجعت على هالبيت وحاملة هالكياس وبلشت تحكي بصوت عالي، اخ يا رجلي اخ، والله هلكوني ولادك وما بيعجبهم العجب ولا الصيام برجب. أبو الأولاد طبعا مطنش وما عم يسمع، ليش؟ لأن هو كان عاطيه حق التياب الله يساعده، فهنا لا حيقدم ولا يأخر عنده، التياب انشروا ومشي الحال. وشايف فرحة أولاده فيه وترجع تعيد وتقول هلكوني أولادك وأنا أفتل معهم، وهو مطنش الله لا يوفقن التجار على هالأسعار العالية، وهو كمان مطنش يا رب أنا كيف بكرة بدي أعمل معمول وحلو العيد كيف؟ هون بلش صاحبنا ينظف أدانه، منيح اللي كان معي حق أغراض المعمول كنت اتبهدلت والله. بجاوبها ليش شو دخل المعمول بتياب العيد؟ ليش شو عم قلك من الصبح؟ مصاري حطيتهم زيادة لاشتريت تياب العيد، يعوض عليك يا رجال الله يخلينا ياك. هون صاحبنا بيقعد يتحسر على حاله، مو الحق عليكي، كان لازم أنا يلي أنزل اشتري أغراض المعمول مو أعطيكي حقهم.
تقريبا هذا السيناريو بنشوفه بكتير بيوت عنا بالشام وبكل سوريا وبكتير دول عربية حتى. الله يكون بعون الأب يلي بيكون مخصص هالقد من المصاري لشراء التياب، وهو بيعرف انه احلى شعور عند ولاده انه يناموا ليلة العيد والتياب الجديدة حدهم ويفيقوا الصبح بكير ويلبسوهم ويشوفوا حالهم فيهم. التياب مو متعلقة بس بالأطفال، حتى الرجال والنسوان بيشتروا تياب العيد وبيتزينوا تمام التمام، وبتطلع أطلالتهم بالعيد أحلى من الأيام العادية. بهالأيام ما غلط أبداً نساعد بعض، واللي قادر يشتري لأولاده قادر يساعد أخوه وجاره، هو بيعرف قديش الفرحة حلوة عند أولاده، لهيك رح يحس فيها كمان عند أولاد أخوه وجاره وقرايبينهم إذا قادر يساعدهم. موضوع التجار وبياعين التياب كمان قصة تانية، يعني صح إن البشر مثلنا وعندهم عيال وولاد، بس أوقات ما يزيدوها كتير، يعني ما يكونوا منشار على الطالعة والنازلة، لا يعتبروه موسم ويبلشوا يزيدوا الأسعار على أبو جنب. هاد شهر الخير والكرم، شهر الصوم والعبادة، لهيك الفرحة بتكون بنهايته على الكل. هاي كانت حلقتنا لليوم، شوفكم بكرة بحلقة جديدة.